مشروعات انتاج الطاقه الكهربيه. هنا بقى ابتدينا نخش بقى المشروعات العملاقه الحقيقيه، هو عشان استكمالا لتامين التغذيه الكهربائيه وعدم تكرار ظاهره العجز في القدرات في مؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في 2015، ومخض هذا الامر على الاتفاق على عمل 3 محطات دوره مركبه عملاقه وفقا لاعلى مستويات الكفاءه. المحطات بتشتغل على مستوى 60.5% او 61%، يعني بعد التجارب لقينا ويمكن وصلت 61%، اجمالي القدرات بتاعتها 14400 ميجا وات لاستثمارات 6 مليار يورو. القدرات المركبه وقت التعاقد دي كان ال 14400 تمثل حوالي 45% من القدرات المركبه وقت التعاقد. كفاءه الاداء كفاءه لما اقصد لا تقل عن اللي هيبقى متحقق في العاصمه مصر، يعني في القاهره زي اسكندريه زي بورسعيد زي الاقصر زي اسوان، لن يتحقق الا بالجزئين دول، شبكات التوزيع والمحاولات والمحطات. طب ده رقم كبير؟ اه طبعا رقم كبير. طب ما هو برضه ممكن ايه، ما دام العمليه سكنت وهديت ومحدش بيتكلم في الكهرباء، ما تقفل الموضوع على كده، ما تقفله على كده وخلص وخلاص. احنا ما بنعملش ان شاء الله حاجه انصاف حلول.